الحمد لله رب العالمين على التأهل. التأهل كان لازم نتأهل إن شاء الله ونوصل أدوار أكثر من هيك. الحمد لله رب العالمين، ربنا أكرمنا بالتأهل إن شاء الله. هسه بنطلع على كوريا إن شاء الله، ربنا بكرمنا كمان برضو بالتأهل على الدور الثاني إن شاء الله. وإحنا أكيد مش راضيين، إحنا غير مش راضيين حالنا نطلع ثاني. إحنا كنا حابين ونطمح إنه نطلع مركز أول. لا أكيد إحنا جايين وحاطين هدف قدامنا أن نوصل طوكيو إن شاء الله، ومين ما نلاقي قدامنا يا حيا الله. هاي الميدان يا حميدان، وهي بنستنى نشوف فيصل. أكيد أكيد يعني إحنا شفنا كنا يعني بلين بالبطولة يعني جوال عادية يعني غلط دفاعية، وإن شاء الله بنقدر نشتغل على، نقدر نمسح السلبيات نشتغل على الإيجابيات إن شاء الله.